السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة جامبو فور لير. تحية من جامبو، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة اليوم التاني في لعبة انترنت كافي سيميليتر. يلا كده نكمل. تمام، انا طبعا ايه انتظرت شوية لحد ما ايه ما انام واصحى تاني. طيب لو انتوا سامعين كده صوت المنبه انا كده طفيته. طيب يلا كده نروح على التلاجة ناكل لنا حاجة. ايه السجع اللي انا بقوله ده؟ نروح على التلاجة ناكل لنا حاجة. طيب تقريبا انا فاكر ان انا اشتريت اكل، بس ما علينا يعني. طيب انا كده تمام، يلا كده يلا كده اصطبحنا واصطبح الملك لله. افتح يا عليم يا رزاق يا كريم. يلا كده نروح على السايبر بتاعنا. طيب نسرح شوية كده عشان الوقت، عشان ما نعملش زي المرة اللي فاتت. تمام، طبعا النهاردة الحلقة رقم 2. لو تفتكروا انا ايه فتحت السايبر وظبطت الدنيا، جبت ايه 4 لابتوبات. طيب احنا هنا كده ايه الاول كعادتنا نشتري كده 2 بيتزا بدل ما نقعد كل مرة نشتري. طيب واحد كمان عيش، نشوف الراجل بقى عنده ايه. الراجل النهاردة عنده مروحة، تمام، وعنده كيسة جيمنج حلو خالص، وعنده تلفزيون. طيب وعنده ايه ده؟ جيمنج كونسول ال بلاك، بس واضح ان الجيمنج كونسول ده نوعية ايه، ده بي سي تي يا اما 3، فانا مفيش حاجة من الحاجات دي هتلزمني بصراحة للأسف يعني. حتى الكونسول للأسف ايه تقريبا مش هلزمني، لأنه بلاي ستيشن 3 او بلاي ستيشن 2 والمروحة. وطبعا انا ايه بفضل ان انا اشتري البي سي لابتوب عشان خاطر ايه يبقى رخيص وكله على بعضه. طيب نفتح كده المحل. طبعا هنبدأ كالعادة ايه ده نكنس يا دي المرار. طيب نجيب المكنسة ونكنس. طيب انا عشان وقت الفيديو انا هكنس وبعد كده ارجع لكم تاني. طيب تمام كده انا خلصت تنظيف، نركن كده المكنسة. مش عارف المكنسة ليه مش راضية تتركن، يعني نفسي اركنها عدل بس للأسف ايه الجيم دي المكنسة فيها ما بتتركنش عدل. ما علينا بس ايه عشان المنظر. طيب نفتح بقى المحل، احنا كده فتحنا الباب، نفتح بقى الايه كده تمام. وده احنا في انتظار الايه الزباين. طيب نشوف درجة الحرارة. على فكرة اللعبة دي لازم تشوف فيها درجة الحرارة طبعا ايه، لان لو درجة الحرارة عالية هيبقى ايه زي كده. طبعا هو بيقول لك very hot يعني درجة الحرارة عالية خالص، فانا احاول ان انا اشتري تكييف. طيب طبعا الجهاز شغال من امبارح ومش عارف انا ازاي بصراحة اطفيه، بس ما علينا يعني. اهو بصوا كده لو تشوفوا ده الايه ده الجيم اللي كونسول اللي هو اللي بره. تمام انا طبعا عايز اشتري البي اس 4 على طول لما هاجي اشتري الكونسول. طيب ده تقريبا زبون، نتأكد كده. اه الزباين داخلة اهي ما شاء الله. مرحب مرحب بالشباب، اهلا 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 اهلا. تمام ادي اول زباين اهي تخش المحل حلو خالص. تمام طبعا انا لازم عيني تبقى في وسط راسي عشان الحرامي، لانه ممكن يخش يسرقني ويمشي. طيب وبرضو عيني برضو لازم تبقى في وسط راسي عشان في زباين ممكن ما تدفعش او زي كده اهو. ففي الحل ده هتعمل معاه ايه، هتروح ماسك العصاية كده وتجري وراه بسرعة. طبعا ايه تجري وراه كده بسرعة وتديله على قفاه تاخد منه الفلوس. تمام لحد ما ايه ربنا يقدرني واشتري بودي جارد عشان الزبائن العرة اللي زي ايه اللي زي اخينا ده. تمام ده راجل محترم دفع. هما كده ايه كله تمام.
طيب نكمل ونخلي العصاية في ايدينا عشان الزبائن العر اللي زي كده. تمام. فزي ما بقول لكم انا ايه في الاعلانات دي، طبعا انا عايز زي ما بقول لكم انا عايز اشتري الايه في واحد مشي من غير ما يدفع. تمام. ها اللي مش هيدفع هياخد على جفاه زي اخيه. طبعا ايه لازم كده اجي مرجع الباب. لما يخش الراجل المتسول ده تديله كده على طول عشان ما يبهدلكش الدنيا، لان هو مش بيخش يوقف ساكت، ده بيخش يبهدل الدنيا خالص. طيب نقفل كده. اتفضل. لا انا فعلا لازم اشتري بودي جارد. والتاني برضه انتوا ما بتحرموش يعني. تمام. كده زبون واحد بس اللي موجود. طيب هو طبعا المكان حر طبعا عشان التقييمات، فانا هروح بسرعة دلوقتي اشتري ايه، اشتري تكييف من الغالي اللي هو بيسجع الأوضة ده. اتفضل. مش هنخلص كده يا شباب، ما تدفعوا وانتوا ساكتين. طيب نوقف للأخ ده نشوفه هيدفع ولا هيزعل بني آدمين ولا لأ. اتفضل. ليه سوسن واقف على الباب؟ تعال. ها ناوي تدفع ولا زي اخواتك؟ طيب والله العظيم ماشي ما علينا. عايزين نشتري التكييف يا جدعان في الليلة دي. طيب في طبعا تكييفين، في واحد ب720 والتاني ب1200. انا طبعا هشتري ابو 1200 عشان خاطر ايه التسجيل بيبقى احسن وكده، وعشان التقييمات تبقى ايجابية. طيب احنا ننتظر اخينا اللي بره ده. ده دفع. سيب العصاية كده بره. حلو خالص. نرجع نمسك العصاية تاني عشان ايه اللي مش هيدفع هياخد على دماغه. حلو خالص كده. التكييف ركب كله دافع. طيب الزباين داخلة. طيب احنا مش هنعطل الزباين، احنا عايزين نشوف الايه بتاع درجة الحرارة ده. طيب طبعا هنا فيري هوت. نشوف بعد ما التكييف ركب ايه اللي حصل. برضو للأسف مازال الجو هنا فيري هوت. انا كده محتاج تكييف تاني. طيب لو ركبته هنا طيب هيحصل ايه؟ حلو خالص. طيب عشان نقفل الباب كده عشان الراجل متشرد ده، ونمسك العصاية بدل ما اللي طالع ده تكون مش هيدفع. لا دفع. طيب ها وانت ناوي ايه؟ الحمد لله على السلامة. وانت ايه نظامك؟ باش. مرحب بالباش. حلو الكلام. مرحب بالجميع. طيب نشوف بقى درجة الحرارة. طيب هنا بقلت شوية بس لسه برضه الجو حر. اوكي عايزين نشتري تكييف تاني. كويس انا جمعت كده 8 تكييف تاني. نطلب تكييف كمان.
لسه ما وصلش، حاجة كويسة تمام. وده دافع، مش محتاجين العصاية دلوقتي. لازم عينك في وسط راسك عشان الحرامي. حلو خالص، واحد ما دفعش والعصا يلا كده، وعلى جفاوة ياخد. انا بعد كده ايه هشتري بوديجارد عشان اريح نفسي من الايه من الكلام ده، حكاية ان ما يدفعش ويدفع ما يدفعش ويدفع. واحد بوظ لي الجهاز يا باي. حلو الكلام تمام كده. كده التكييفين راكبين، نشوف درجة. حرامي 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 حرامي. سرجيه سرجيه يا معفن. كرسي تسرق كرسي يا معفن. انت هتدفع ولا انظامك؟ حلو الكلام. طيب شوف درجة الحرارة. حلو خالص، بقت كويسة دافية وارم. انا كده ان الحرارة كويسة خالص. طيب نرجع نمسك العصاية بتاعتنا. تمام كده، المحل ماشي تمام. تقريبا الساعة دخلت على ايه، على 21. اوكي لسه فاضل نص ساعة. طيب انا طبعا ايه مش عايز اقعد على الكمبيوتر واشتري واعدل واعمل عشان الحرامية والناس اللي ما بتدفعش، بس انا هعمل حركة دلوقتي ان انا هشتري ايه، اشتري بودي جارد واريح دماغي. خدمة بودي جارد عشان الناس اللي ايه اللي ما بتدفعش دي. كده تمام، كده البودي جارد محطوط، انا كده مطمن وكله هيدفع. طيب انا كده اتهكرت. طيب طبعا انا ايه حتى لو اتهكرت مفيش مشاكل، لان انا لسه ما اشتريتش بيتكوين. خلاص انا كده مش محتاج العصايه غير للحرام يعني. فخلاص بقى انا ايه ابدا اعدل بقى واشتغل، بس يعني لازم تبقى ايه برضو على المحل عشان الحرام. بس انا استنى الهكر لما يخلص شغل. حرامي بيشاور مخه. ايه اللي كان بيتفرج عليه ده؟ اوكي تمام. طيب انا هعمل حاجة بس عشان ايه شكل المنظر المحل المجرف ده، فانا عايز اجيب ايه. طبعا الهاكر بيقول لي have not lost any crypto، عشان انا ما عنديش اي ايه اي بيتكوين. فانا ممكن اعمل حاجه دلوقتي، بس انا بفكر اعمل حاجه. انا دلوقتي اغير شكل المحل ولا اشتري حاجه؟ طيب انا حاليا بملك حوالي 2200. 2200 ما تجيبش حاجه بصراحه. فانا هعمل ايه، هعمل حركه ذكيه في ان انا هشتري المكان اللي جوه عشان اوسع على نفس المكان، واخلي الاوضه اللي جوه دي زي ما انا قلت لكم للايه للبي سي جيمنج. طيب سيب الشكل دلوقتي، نروح على الايه الاي سي ستور ده. طبعا ده ايه الكيتشن، انا مش محتاج المطبخ دلوقتي، انا بس عايز اشتري المكان اللي ايه اللي جوه. طيب ما علينا،
هو كفاية مكان واحد دلوقتي، ونغير الشكل بتاع الحيطة. طيب هنا نبدأ بالحيطة. طبعا ايه اشكال كتير، بس انا يعني مش عاجبني غير شكل واحد بس بصراحة، اللي هي الايه اللي هو ده. هو انا لاقي ان هو بصراحة اشيك حاجة اللي هو الحيطة الزرقاء دي، فاحنا ممكن كده تمام شكل الحيطة. شوف بقى حلو ازاي، بقى شكله احسن. طيب الأرضية الأزرق ممكن ناخد له الأرضية دي، ما معيش فلوس كفاية. طيب أنا ممكن بالـ200 اللي باقية دي، لا برضو مش هتكفي. حلو. طيب التقييمات طبعا فيها كويس وفيها الوحش، تمام ما علينا، مش هشوف التقييمات دلوقتي عشان ايه. طبعا ما عندنا الفواتير بدأت توصل اهي، عندي فاتورة عاملة 116 وفاتورة عاملة 120، ندفعهم أول بأول، نحب أدفع اللي عليها أول بأول. طيب أوكي ألحق بقى أنا إيه أطفي الأنوار دي. شايفين الشكل بقى إيه، بقى روعة، إيه الحلاوة دي. تمام طبعا هطفي الأنوار عشان الفواتير بتاعة الكهرباء. انا طبعا انا مش محتاج النور في حياتي لان لسه مركبتش اي ايه اي اجهزة تاني. طيب تمام كده الحق بقى اروح انام كده، تكون النهاردة انتهت حلقتنا. تمام closed، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.